بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا جبنا السيد وزير البترول والسيد وزير الكهرباء لان يعني هم يمكن ما بانش قوي في العرض بتاعهم الرباط اللي بينهم والارتباط اللي بينهم وحجمه وتكلفته. و يعني ده مش هنقول سر ولا حاجه، يعني دايما الدكتور المهندس طارق يتخانق مع الدكتور شاكر. انا بكلمكم صحيح والدكتور مصطفى يخلص يعني. طب انا بقول ببدا الكلام بالنقطه دي ليه؟ احنا لما قلنا ان الكهرباء والبترول يبقوا موجودين مع بعض، صدقوني العرض اللي قدام حضراتكم ده هو عرض يعني ما فيش فيه تحدي خالص، ما تقالش فيه حاجه صعبه. طب وانت بتقول الصعب ليه؟ بقول الصعب عشان هاخد يعني هتلاقوني بنقل بين البترول والكهرباء وانا بتكلم معاكم. طارق قال كلمة، قال إيه؟ قال إحنا بنتعامل مع يعني إنتاج ناضب، مش كده؟ إنتاج ناضب يعني إيه؟ يعني إحنا مهما نفتد يعني أنتجنا فالإنتاج ده بيتراجع. ده أمر طبيعي، مش مرتبط بمصر، ده الشغلانة دي كده، مش كده طارق؟ طيب فالنهاردة لو توقفت الاستكشاف وان في ابار دايما تدخل، هو زي ما قال كده من كل 100 بير ممكن ينجح من 20-30% من الابار دي تنتج. طيب لو ده توقف سنه لازم ده يبقى ليه تاثير كبير جدا على القطاع ده. طب القطاع ده مرتبط بالكهرباء؟ ايوه، يبقى ليه تاثير كبير جدا على الكهرباء. عقبال ما تستعيد الثقه تاني وتطمن الشركات على انها تبتدي ترجع مره تانيه تشتغل عندك، الدنيا ما وقفتش، الدنيا في مصر ما بتقفش. الناس عايزه بترول وعايزه غاز وعايزه كل وعايزه كهرباء، لكن هم مش هيبقوا عارفين ان نتيجه عدم الاستقرار توقف انتاج الغاز او تراجع واضطرينا ان احنا نشتري. طب معانا فلوس او معناش، الاقتصاد خربان نتيجه عدم الاستقرار، فتلاقوا عاملين زي الدومنا، ده بيكسر في ده بيكسر في ده بيكسر في ده، تتهد الدولة. انت دايما بتتكلم في الحتة دي، بس اصل التاني سهل ان احنا نشتغل، واللي قاله طارق ده واللي قاله الدكتور شاكر ده امر ممكن نعمله في اي وقت ويعمله اي حكومة طالما الدولة ايه مستقر. ولما النهاردة المستثمرين بيقولوا ايه، من غير ما نجيب اسماء دول، اروح اعمل اكتشافات أو أحط استثمارات بمليارات الدولارات في دول، الدول دي يعني هو قال كلمة كده في النص، قال التحكيم ده ما كانش بس للبترول، التحكيم ده كان للدولة كلها، التحكيم ده كان للدولة كلها بكام؟ أقول لكم بعشرات المليارات من الدولارات. لكن إحنا كان نهجنا إن إحنا ما نخشش ويبقى كل هدفنا إن إحنا يعني نخش في إجراءات التقاضي عشان نخلصها بالمسار ده فقط، لا احنا قلنا أرض المسار معاه ان احنا كل قضايا التحكيم دي ما أمكن ان احنا نقللها ونسويها بشكل ما، منهم محطات الإسالة، مش كده؟ طب محطات الإسالة دي على سبيل المثال توقفت في 2011 ليه طارق؟ توقفت لان الناس كانت بتعمل مظاهرات في الحته دي عشان المحطات ما تشتغلش، عشان الاشرار كانوا بيخلوا الناس تعمل مظاهرات هناك يقول لهم البيئه والتلوث ويوقفوا المحطات، والشركه تعمل علينا تحكيم بمليار دولار واحنا في عرض مليار مليم، وتوقف المحطه ما تشتغلش وتنسحب الشركه، ويبقى احنا محتاجين شوفوا بقى الخراب. المحطة ما بتشتغلش تجيب لك موارد، بتفقد قدرتك على الإنتاج، ومطلوب إنك أنت كل الطلبات تقدمها للناس. طب هتعملها إزاي؟ وكمان عليك مليار دولار هنا ومليار دولار هنا ومليار دولار هنا في كل قضية من قضايا التحكيم، اللي نتيجة إيه؟ إن هو وإحنا في حالة الفوضى اللي إحنا كنا فيها دي، لا وقف ده، لا رجع الشركة دي خدها من صاحبها واديها للقطاع العام تاني.
الكلام ده ما اتقالش هنا من زمان، هم بيقدموا حكاية وطن بشكل جميل لكم، بيقدموها بشكل ايه؟ جميل. لأن الموضوع ما كانش جميل، كل كلمة قالها واتقالت هنا أو هنا ورا منها حكايات كتير قوي، واحنا بنقولها لكم لأن دي الحكاية، مش الجمال هو الحكاية. الحكاية اللي احنا بنحكيها، اللي أنا بقى أخدت الدور اللي هو الصعب ده أقول أنا. فلما توقفت الشركات عن الاستثمار، تراجع الإنتاج يا طارق، وبالتالي ابتدت يبقى في أزمة غاز بوتاجاز وقود في مصر. أنا بتكلم 11 و12 و13 و14. طيب لما حصل ده إيه الحكاية؟ الناس كلها عايزة تمشي تركب عربيتها وتروح تشوف شغلها وحلها، هو ملوش دعوة، هو ما يعرفش ليه المحطة ما فيش فيها بترول أو بنزين أو سولار، هو يعرف إنه يخش المحطة يحط بترول وسولار بس، غاز بنزين سولار غاز زي ما يكون. بس ده عشان يجي لازم في شركات تشتغل وتنتجه، أو إحنا نجيبه من بره. نجيبه من بره يعني نشتري بالدولار، نشتري بالإيه؟ بالدولار. طب أنت خلصت الاحتياطي بتاعك، ما فيش فلوس تجيب بيها، مش كده؟ لا ده مش عليك دلوقتي يا حسن. أنا بك فهل الوزير عارف؟ طبعا، والرئيس الحكومة عارف طبعا إن في مشكلة. لكن الناس لازم تعرف إن كل خطوة بتتعمل لها فعل، كل فعل ليه رد فعل. الناس لو اتخانقوا جوه الشقة بتتبهدل، مش بتتكلم على دولة. خلي بالكم، خلي بالكم تاني عشان هي بلدكم. كل كلامك في الحكاية دي أيوه، لأن دي اللعبة اللي بتتلعب معانا، إزاي نخرب بس، إنما الباقي ده هنفضل نشتغل ونخلصه. الكلام بتاع زهر اللي بيقوله المهندس طارق، قالوا زي 60 شهر، مش كده؟ 5 سنين، وممكن يبقوا 10 سنين كمان. ليه؟ ما هو هم بيقولوا بمعدلاتهم دي، واحنا لما نيجي نشتغل البيروقراطيه بتاعتنا وكده. انا وانا بعد بتكلم مع الراجل ده عارف ان انا في حوجه لكل ادم مكعب غاز، فقلت له انا مسؤول قدامك اني اتابع الموضوع ده يوميا، واي مشكله فيه هحلها لك. جوه مصر انا مسؤول، بره مصر انت بقى، ما انا بتكلم على بلدنا، اقدر لو في حاجه في البترول، لو في حاجه في يعني الدوله المسؤوله عنها نخلصها. فقلت له انا عايز سنه، قال لي ده مش ممكن يعني ولا في الاحلام، لان في حاجة. المهم يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان احنا لما دخلنا الانتاج ده في 28 شهر ابتدى يرحمنا من فلوس كنا احنا بنستورد بيها الغاز. ومش بس كده، احنا كان في التزامات مع اشقائنا في الاردن على سبيل المثال بانك انت تديهم غاز، انت عامل اتفاق، والاتفاق ده العمليه مش الاتفاق ده يدخلك في تحكيم ويدخلك ولا بقول يا طارق مش كده، يخش معاك في تحكيم انت ما بتعملش التزاماتك. فيبقى انت مسؤول تعمل يا طارق، تجيب انت الغاز وتجيب محطه تغييز، وانا بقول كلام مظبوط، تحطها في البحر الاحمر عشان ايه؟ عشان تديله الغاز. طب بالغالي؟ بالغالي، التزام التزام. فنرجع بقى تاني، فكنا احنا عايزين نخلص دي بسرعة ضمن كل حاجة بنعملها بسرعة. طب بنعملها بسرعة ليه؟ عشان اللي احنا فقدناه في 50 سنة كتير قوي، وعايزين نشتغل بالمعدلات دي. مش ليا الكلام ده، للدولة وللي هيقوموا على الدولة في أي يوم من الأيام يفضلوا يشتغلوا بالمعدلات دي 20-30 سنة. كام؟ 20-30 سنة. طب لما الدكتور شاكر يقول لي، أنا قلت هتحرك بين الاثنين يعني، يقول لك إيه؟ الرئيس قال على أعلى مستوى، فالناس يقول لك إيه؟ هو أنت بتضاعف الفلوس كل حاجة على مستوى؟ ويا دكتور شاكر قول لهم
إن المنظومة العالمية الجديدة للكهرباء بتنقل الكهرباء بين القارات، ولا أنا بقول كلام؟ طيب هل إحنا كان منظومتنا كان منظومتنا جاهزة إنها تخش في المنظومة ديت للنقل بين القارات؟ إن يبقى إحنا نستفيد بكهرباء السعودية أو أشقائنا في السودان أو ليبيا أو الأردن أو أي دولة أخرى، حتى الدول الأوروبية تستفيد بنقل الكهرباء بيننا وبين بعضنا وقت الذروة عندنا غير وقت الذروة عندهم، حاجة كده يعني. طب كانت لازم الشبكة تتعمل، واتكلم على 6 محطات اتكلفوا 5.4 مليار وفضل 12. ده إيه بعد كل اللي اتعمل؟ يعني عايز قد إيه؟ عايز له كمان 20 مليار، بس هما بالدولار، بس هما إيه؟ بالدولار. فاللي انا عايز اقوله في العلاقه بين الاستقرار والدوله كدوله ما تبقاش عندها مشكله في طاقه ولا في كهرباء ولا في تعليم ولا في صحه، هي علاقه جد عميقه واصيله، عميقه واصيله. واي حد لازم يكون حاطط في دماغه عارف ده، انت لما بتعمل كده انت بتهد بلدك، وبعدين ايه؟ قد لا تعود بلدك مره تانية تخش في الحكايه دي 30 40 50 سنه. انا والله العظيم، والله انا بحلف بالله، انا مش مبالغ في كلمه. نرجع بقى للبترول والغاز. فدخلنا في قضايا تحكيم نتيجه حاله عدم الاستقرار، وتراجع الانتاج بتاعنا نتيجه ان شركات البترول حجمت عنا تخش تشتغل عندنا. بالمناسبة الكلام ده حصل أثناء كوفيد، صح كده؟ الشركات أحجمت لأن قالت ما فيش طلب، فمش عايزة تعمل استثمارات على البترول والغاز. جات الحركة الكوفيد خلصت، الحياة عادت، لقوا نفسهم إن هم غلطوا في القرار. أنا بقول كلام مظبوط؟ أنا بتكلم عن شركات عملاقة عندها دراسات على أعلى مستوى، لكن وقفت استثماراتها لأن الناس بتخاف على الأموال. فكان من ده مش عندنا بس في مصر، ده في العالم كله. وبالتالي النهاردة رجعت معدلات للاستكشاف حتى مع فكرة الأخضر واللي هم والبيئة وكلام من هذا القبيل، لكن قالوا محتاجين يمكن تكون فترة انتقالية ننتج غاز وبترول وغاز لغاية ما نصل إلى الاكتفاء ذاتي من الهيدروجين الأخضر، ياخد له 30 40 سنة أو أكتر، صح كده؟ طيب هنا بقى فين العلاقة بين إذا كنا إحنا بنطلع 1.7 مليون مكافئ في اليوم، إيه المشكلة؟ المشكلة إن هل الكمية دي كافية لينا؟ كافية لينا؟ لا. الوقود يمكن الغاز، ويمكن مانديستار قال في 8.2 مليار دولار بيتم تصديره. الله، أنت تقصد إيه؟ تقصد ليه الكهرباء كانت بتتقطع؟ أيوة، لأن طارق مش هيقدر يدي بالأرقام اللي بيديها للدكتور شاكر، اللي الأسعار تضعفت وهو عايز دولار يجيب بيه بترول عشان نبقى فيه بترول للعربيات، فهو لازم لما أخذ يخلي باله من الغاز بتاعه. أنا بقول كلام مظبوط؟ طب مين يستحمل؟ مين يستحمل؟ إحنا. أيوة إحنا. أنا بقول لكم الكلام ده لأن أنا واضح قوي. واحد تاني يقول لك إيه؟ اتصرفوا بقى، اتصرف إيه؟ أكتر من كده سلف؟ أكتر من كده سلف؟ إحنا عايزين دولار عشان نجيب بناء المشتقات البترول اللي بنشتريها. إحنا عندنا إنتاج بناخده كله. وكمان الإنتاج بتاع الشريك، مش كده؟ بناخده كمان. طب الشريك ده مش عايز فلوسه؟ طب هو الدكتور شاكر بيديله حق اللي بياخده بالجنيه ولا بالدولار؟ بالجنيه. بالجنيه. طب الدكتور شاكر بياخد حق اللي بيطلعه بالجنيه ولا بالدولار؟ بالجنيه. طب الدكتور شاكر في الأربعين مليون مشترك اللي قايل عليهم دول، حجم القيمة اللي بياخدها، يعني هو كمنتج للطاقة الكهرباء في مصر بيتحصل على قيمة، مش هي القيمة عادلة، القيمة بتاعت إنتاج الكهرباء في مصر
لا. حتى قبل الأزمة دي أيوة، مثلا هتلاقي الدكتور علي وزير التموين هيهتم بس بقطاعه، عايز فلوس عشان يجيب الطلبات بتاعته، كنت بيبص لي. لكن الدكتور شاكر عايز كمان حق إنتاجه. ما تعرفوش إن في 17 مليون مشترك، 17 مليون مشترك بياخدوا الطاقة بأقل من ربع ثمنها. ها؟ أقل لي يا فندم؟ أقل لي يا فندم؟ هو في حد بيدي حاجة بربع ثمنها في بلد ظروفها زي مصر؟ أنتم مش واخدين بالكم خالص، الموضوع مش واضح أبدا الحكاية بتاعتنا. آه صحيح، أنا يعني هم بيتكلموا في الإنجاز، لكن أنا بتكلم في التحديات اللي تعوق استمرار الإنجاز، واللي بتخلي الخناقة اللي بقول عليها بين المهندس طارق وزير البترول، عايز فلوس عشان حتى لو كان بالجنيه، حتى لو كان بالجنيه، والدكتور شاكر معهوش فلوس لأن هو ما بياخدش حق الخدمة بتاعته غير بالجنيه وبأقل من ثمنها. أنا بقول كلام مظبوط؟ طب الدكتور شاكر ما يقولش الكلام ده لكم ليه؟ وبدل ما أنا كل شوية أقوله أنا يعني شكلي وحش، طب ما هم يطلعوا يقولوا الكلام دوت للناس عشان يشكلوا فهم حقيقي للقضية بتاعت وطن، وإزاي الوطن ده بيكبر وبينمو. محدش بيقول ليه؟ أنا مش بعاتب، لا والله أنا بدرتش معكم. ما تسيبوش الناس، الناس ما تعرفش كتير من اللي احنا بنتكلم فيه. كان عندنا أزمة بوتاجاز وأزمة غاز وأزمة وقود. كان مثلا احنا كان عندنا 8 يوم بوتاجاز أيام المهندس الشريف إسماعيل الله يرحمه لما كان وزير بترول. 8 ايه؟ 8 يوم. تيجي نوى ولا نوتين في الشتاء تقفل المواني، هوب نلاقي أزمة بوتاجاز والناس بتتخانق ويبيعوا الأنبوبة بثلاث أربع أضعاف ثمنها، وخناقات وتجارة سوق سودة وكلام من هذا القبيل. كل مشكلة طلعت اتحطت لها حلول اتكلفت مليارات، اتعملت مستودعات صح كده؟ بوتاجاز عشان يبقى عندنا كام يوم يا طارق بوتاجاز بقى؟ 60 يوم. كم؟ 60. تتقفل المواني، ما تتقفلش المواني، بقينا عندنا انتاج يكفي، اسف مخزون يكفي طلب الناس لدوله عايزه تحترم نفسها. كم يوم؟ 60 يوم. ما بتتعملش الحاجات ديت الا اذا كانت البلد قاعده بتشتغل وتخطط وتنفذ تخطيطها بكفاءه وبجداره عشان نقدر نقول الكلام ده. نرجع تاني للدكتور شاكر، هو ما بيتكلمش في الموضوع، ولما جم الكهرباء بتتقطع يقول لك لا لا لا، نطلع اقول الحقيقه للناس. الناس مسؤوله، الناس مسؤوله. النهارده كان الاجراءات اللي اتعملت لرفع الدعم خلال الخمس سنين اللي فاتت انتهت، راحت، رجعنا تاني للصفر صح كده نتيجه سعر الصرف اللي اتغير صح يا دكتور؟ مش كده ولا ايه؟ طيب يعني بعد ما كنا بنقول ان احنا دعمنا تراجع لكذا، لا الدعم ده حيصل لارقام تانية، 100 مليار و120، مش كده يا دكتور؟ 120 مليار جنيه في السنه. يرجع تاني برضو المهندس طارق عايز فلوسه عشان يدي حاجتين، يشتري بيها منتجاته من بره عشان يلبي الطلب بتاع السوق المصري، وايضا يدي الشريك الاجنبي اللي موجود معانا في المشاريع اللي هم الانتاج بتاعنا. لان احنا لو ما عملناش كده وتراجعنا او توقفنا عن تسديد تكلفه اللي خدناه من الشريك الاجنبي في البترول اللي طالع من عندنا، يعمل ايه يا طارق؟ خلاص بقى ما يشتغلش معاك تاني. انت هو بيشتغل معاك عشان في علاقه مظبوطه بيننا وبينه، بنعمل التزام، هو بينفذ التزامه واحنا كمان ننفذ التزامنا.
الدكتور شاكر بياخد الطاقة والحاجات دي بأسعار مدعمة. كم؟ $3. طب طارق يبيعه كم بقى؟ قول يا طارق. لو في السوق المحلي 7. لا خلينا في اللي بره. اللي بره $12 على الاقل. 12 يعني فرق اللي بياخده الدكتور شاكر اللي ما بيدفعش. الله انا بكلم بجد. اللي ما بيدفعش من اللي بيبيعه طارق اللي بره اللي بيدفعه $8 ولا 9. مش كده؟ فيعني يعني عايز اقول ايه؟ لو احنا وقفنا قدام كل كلمة قالها طارق في كل موضوع حتى الغاز اللي بنتكلم عليه، عقبال ما اقنعنا الناس باستقرارنا وربنا سبحانه وتعالى اراد ان يطلع حق لظهر ده، احنا كنا هنبقى في ازمة كبيرة جدا دلوقتي. مش بس عشان غاز منازل ولا سيارات ولا غاز محطات كهرباء، لا، اللي هو $8 مليار اللي بيبيعهم طارق، مش كده ولا طارق؟ ولا $8 مليار بياخدهم بيعمل بيهم ايه؟ بياخدهم يشتري بيهم بترول؟ لا، مع اللي بيشتريه. ما هو البترول مش بشويه، لاكثر من 10 مليون عربيه بيتحركوا في مصر. اكثر من 10 مليون عربيه بيتحركوا في مصر. اسمعوا يا مصريين، اوعوا تداروا وشكم مني، اسمعوا اللي بقول لكم عليه واعرفوه، ده بتاعكم مش بتاعنا، ده بتاع مصر، بلدنا كلنا لينا فيها، كلنا زي بعض. الغلبان اللي ماشي في الشارع اللي فيها زي، وعليه اللي علي. فالنهارده ممكن نخش محطة بنزين ما نلاقيش الوقود، هنمسك في الحكومة ونمسك في فوزي البترول فين ليه؟ نقعد نتكلم بقى في قضية كبيرة جدا على ان نتيجة اللي حصل تداعيات، توقفت الشركات عن الاستثمار عندنا، الانتاج تراجع، بنشتري بالدولار معناش، طب هنعمل ايه؟ فيجي النهاردة المحطات الموجودة عند الدكتور شاكر تطلع انتاج زي ما قال كده 59,000 ميجا، مش كده؟ يعني ما عندكش مشكلة في انك تنتج. وبمناسبة الانتاج بقى، هو ما كانش الأزمة في الكهرباء هو انك تنتج فقط، تنتج وتنقل وتعمل تحكم، اللي هي محطات التحكم اللي بتتعمل في الدولة، اللي احنا قلنا ان احنا عملنا 6 وفضل 12، عشان تقول النهاردة انت عندك شبكة كهرباء مستقرة بشكل كامل. بس هو بيتكلم في استثمارات 2 تريليون، طب منين يعني؟ إذا كنتوا انتوا شفتوا الخط الصبح بتاع خط المصروفات والإيرادات، يعني شايفين عندنا فايد، عندنا نقدر نصرف على اللي الدكتور شاكر بيطلبه أو اللي بيطلبه المهندس طارق، ده لازم يجي بالإيه؟ يجي بالإيه؟ بالسلف. بالسلف. طب هو السلف ده عشان خاطر عيوننا الدكتور شاكر ولا عشان خاطر عيون بلدنا؟ عشان خاطر عيون بلدنا. يبقى بلدنا كلها تقف كده عشان تسدد ايه؟ سلفها وتسدد ديونها. فطارق عايز الفلوس من الدكتور شاكر وعايزهم بالدولار، والدكتور شاكر معهوش، هو كمان عايز يبيع بالدولار للغاز اللي عنده اللي هو متاح له بقى، عشان يجيب ياخد منه يقلل فاتورة الضغط على البنك المركزي أو على العملة الحرة في مصر بالمقدار اللي هيقدر يبيع بيه. أبيع ب $12 كاش ولا أبيع ب $3 ما خدهمش وبجنيه؟ هقول تاني، هبيع للدكتور شاكر ب $3 واخدهم بالجنيه لو كان هيديهم لي. ما هو الدكتور شاكر ما بياخدش الفلوس من الناس، أنا بكلمكم بجد بقى، ما بياخدش الفلوس من الناس. الدكتور شاكر ما قالش للناس إن إحنا عندنا مليون بيبعت لي من يوم ما تولى في 2014 للنهاردة، بيبعت لي تقرير شهري عن حجم سرقات الكهرباء في مصر. هي ما بتقلش. مليون، أنا غلطان؟ لا صحيح،
مليون حادثة كل شهر، بقالنا 96 شهر من 96 مليون واقعة، مش كده؟ طب مين اللي بيعمل ده؟ كلنا. 96 مليون بقى الكهرباء اللي بيدفع ربع ثمنها كمان، ناس مش عايزة تدفعها. أنا بقول كلام صعب ولا حاجة؟ لا والله صحيح. فالدكتور شاكر كمان مش عايز يدفع لإيه؟ لوزير البترول. طب ما وزير البترول يحرن عليه وما يديلوش غاز، فالمحطات ما تشتغلش، فأنتم ما تلاقوش كهرباء، فتقول الحكومة نايمة. أنا بقول كلام مظبوط؟ يعني لا لا، يعني الدكتور شاكر راجل عالم كبير جدا في الشغلانه وعارف كويس قوي، بس وعارف قوي يروح مطلع بيان يقول لك ايه، انا لو اديني غاز هطلع. الله، انت بتشتغل لوحدك ولا ايه؟ طب ما تدفع اللي عليك، مش كده يا دكتور مصطفى؟ يعني دام انت كده بتقول يعني ايه لو اديني غاز، صحيح ولو ادينا له غاز هيكفي كهرباء اللي احنا عايزينها في مصر، لكن انا حكيت لكم الحكايه وبسيب لكم انتوا الحكم، بسيب لكم انتوا الحكم. الكلام ده بينطبق بقى على مشاريع، لو انتوا عايزين تعملوا صناعه، عايزين تعملوا زراعه، عايزين تعملوا تنميه حقيقيه للدوله اللي فيها 105 وفي 9 مليون ضيف عندنا، وعايزين ان هي تفضل كده، يبقى لازم نكون، مش لازم لازم نكون عارفين اللي أنا بقوله ده. ما لو القطاع ده بيدار بشكل استثماري، قطاع البترول والغاز بقى والكهرباء، طب والكهرباء والكهرباء لو ده استثماري كنت تيجي النهاردة تقول لأي حد تعال خش نزل شركات الكهرباء، سواء كانت إنتاج أو توزيع أو نقل يا دكتور شاكر، نزلها البورصة أو نزلها تجيب لك إيه مليارات الدولارات مش جنيهات، لكن لأنها ما بتحققش العوائد المطلوبة، بالعكس في دعم كبير جدا جدا فيها، فيها استثمار اللي أنا أخش فيه هنا. ولو أنا نزلتها البورصة وقلت للمصريين يشتروا، هقول لك الشركة دي بتكسب ولا ما تكسبش، مش هخش يشتري فيها. هي دي الحكاية بتاعت وطن فيما يخص قطاع البترول والغاز. عند في البنية الأساسية اللي قال فيها إن إحنا كان عندنا غاز وبوتاجاز وبترول مشكلة كبيرة جدا، وقال بنية أساسية متهالكة. طيب أنتوا تعرفوا لو إحنا بننتج السولار والبنزين بتاعنا تقريبا يقل ثمنه عن السوق العالمي 2 جنيه؟ 2 جنيه يا طارق ولا 4؟ اكتر يا فندم عشان التعويم. ده يعني دلوقتي لو هناخد متوسط سعر لتر البنزين 10 جنيه هو ب 24 برد على الاقل. لا لا لا، ما اقصدش كده، انا بتكلم في ان انا في فرق ان انا اشتري مشتقات من الخارج وان انا اجيب بترول واعمله مشتقات في الداخل يا طارق. طبعا اوفر بكتير، 3 4 جنيه مش كده عن سعره ما بنجيبه، وهجيبه بالدولار. يبقى انا لما بجيب مشتقات بترول واعملها في البنيه الاساسيه او بنيه التكرير والمصافي اللي عندنا اللي كانت متهالكه واللي اصبحت زي ما انتم شفتوا كده، وقال ان احنا رفعنا كفاءات ورفعنا كفاءات ودخلنا عشان انتاجنا من البترول من السولار والبنزين والمازوت وحتى اللي بيستخدم لسفلات والبيتومين، يبقى ده بتكلفة تقل علينا من الدولار اللي بنجيبه، وعائد موجود ان احنا شغلنا الناس عندنا داخل مصر. فالبرنامج كان كبير قوي، وكل وزارة زي ما انت بتشوفوا بتتكلم في 1.2 و1.3 و1.8 تريليون جنيه. طب برضو الرقم اللي بيتجاب ده اللي بيتقال من الوزير أو من الحكومة، لما نجمع الأرقام دي كلها ويبقى 19 تريليون جنيه، إحنا هنجيبهم منين؟
هنجيبهم منين؟ ما هو انت لو عندك عوايد بزياده هتجيب. اللي قبل كده كانوا بيخبوا الحقيقه عن الناس او مش ما بيقولوش. انا لا ما بقولش، انا لا قلت لازم اقول للناس كل حاجه لان الناس واعيه قوي، ودي بلدهم مش بلدنا، دي بلدنا كلنا وكلنا مسؤولين عنها. عشان تطرع القطاع ده وتصرف لك عليه تريليون ولا اتنين عشان ترجعه للخدمه تاني. طب انا بقى اخش في ازمه تاني للاشرار اللي عايزين يخربوا البلد، وعارفين ان كل حته بيستهدفوها تعمل كارثه كبيره لمصر، مش لسنه واتنين، لا والله 40 و50 سنه. ليه؟ ده احنا من غير حاجه دلوقتي بقالنا 10 سنين بنعالج خلل حصل في 2011 و12 و13. يعني الصبر والتحمل والعمل هو السبيل معايا او مع غيري، معايا او مع غيري. لا خليني شوف اسمعوا، انا بكلمكم بجد والله، ربنا مطلع على قلوب الناس وعلى نواياها، وممكن يبقى الكلام شكله جميل لو سمحتوا. معايا او مع غيري، اذا كنتوا عايزين بلدكم تبقى تمام مالكمش غير الصبر والعمل 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 لغايه لما نتجاوز كل اللي انتوا تسمعوا ده. هم زمايلنا جايين يحكوا الحكايه من منظور يعني، لكن انا قلت لهم بس موضوع الكهرباء اللي بتتقطع احنا نقدر نخليها ما تتقطعش؟ اه طبعا. طب وطارق يجيب منين؟ ما تداريش وشك، ما حدش يداري وشه منها، نجيب منين؟ فطارق بيبيع الغاز بنسيبه يبيع عشان يجيب ايه؟ عشان يكسب هو ويدينا فلوس نحطها في البنوك يعني؟ لا، عشان يجيب البترول اللي نخليه سولار وبنزين للناس، مش كده يا دكتور؟ بس طب ده يوفر قد ايه كل شهر؟ اللي بالنقص ده 400 مليون دولار؟ 300 مليون دولار؟ 300 تقريبا يا فندم. يعني الفرق ده كام؟ شويه الكهرباء اللي بتقطع دول بكام؟ 300 مليون دولار. يعني بالارقام اللي موجوده دي 9 مليار جنيه. يعني 108 مليار جنيه في السنه. طب مين يدفعهم؟ طب مين يجيب ال 300 مليون دولار لطارق؟ انا بقول الحكايه ديت، محدش ابدا في الدنيا، مفيش مسؤول في دوله بيقف يتكلم بالطريقه دي ابدا 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 ابدا. لكن انا ما اتكلمش ليه؟ هو ده حكايتي وده حالي، انا هستعر من حالي؟ لا لا لو سمحت فضلك، لا ده حالنا ولازم نغيره، وده ضعفنا ولازم ننهيه، لازم لازم. فادي الحكايه بتاعت البترول والكهرباء، واحنا داعمينك يا طارق وداعمينك يا دكتور شاكر، وكملوا برنامجكم وربنا يوفقكم. بس لو سمحتم خلوا الناس تبقى عارفة الحكاية، لأن هي من حق الناس أنها تعرف. وأحسن حاجة ربنا قالها قالك الصدق، خليك صادق قول الحقيقة. طب بقى المواءمات السياسية والكلام ده لا بأس يا دكتور، ما فيش حاجة اسمها مواءمات سياسية في بلاد، في ظروف زي ظروفنا، في حقائق تتقال للناس عشان الناس تاخد الموضوع وتشيل معاك. الناس مش بسيطة، الناس في مصر بقالها سنين طويلة متحملة مقاسي وتعب. اوعى تفتكر ان هم يعني، لا هم يتحملوا، بس قولوا لهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا ويجعل في ال 110 الحقل اللي هم او الحفر البير الاستكشافي دول، يجعل فيهم فرج لينا، وده الامل اللي احنا بنطلب من ربنا ان هو يساعدنا بيه. ده بقى اللي هو ايه، مش محسوب خالص، ان احنا نقول له يا كريم يا كريم يا غني اعتف علينا.
شكرا جزيلا. شكرا لك سيادة الرئيس.